بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأطفال، أعزائي الأولياء، السلام عليكم. اليوم عندنا تقويم الفصل الأول في اللغة العربية للسنة الخامسة، أي نقوم كل الدروس التي تعلمتموها في هذا الفصل في القواعد نحو وصرف. إليكم النشاط الأول: ضع مبتدأ مناسب مكان الفراغ لتكون جملة. عندنا مكان فارغ نضع فيه مبتدأ. نظيف، مغلق، مفيد، واسع. نعرف بأن المبتدأ مرفوع يتبعه الخبر، إذن نضع مبتدأ. نظيف، مثلا المنزل نظيف، البيت نظيف. المنزل، نكتب المنزل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مغلق، الباب مغلق مبتدأ، أيضا مبتدأ خبر. الباب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مفيد، نضع مبتدأ مفيد، ما الشيء المفيد؟ مثلا الدرس مفيد، الدرس مفيد، العلم مفيد. واسع، الفناء واسع، الملعب واسع، الملعب. إذن وضعنا مبتدأ لكل خبر، مبتدأ خبر، مبتدأ خبر، مبتدأ خبر. النشاط الثاني: ضع خبرا مناسبا لكل كلمة لإتمام الجملة. العكس، الآن عندنا مبتدأ نبحث عن الخبر، مبتدأ نبحث عن الخبر. القسم مبتدأ، نضع له خبر، نقول القسم جميل، القسم مزين، القسم مزين. الشوارع مبتدأ، نضع لها خبر، الشوارع خالية، خالية، خالية من الناس. التلميذان مبتدأ مرفوع بالألف وهو في المثنى. التلميذان مهذبان مجتهدان، مهذبان مثنى، إذن ألف ونون. الأطفال مبتدأ نضع لها خبر، الأطفال جمع، الأطفال نائمون، نائمون هنا في الجمع لأن الأطفال جمع. باب الدار، باب الدار مفتوح مغلق، مفتوح، باب الدار مفتوح، مفتوح. النشاط الثالث: أعرب الجملة التالية. البرد قارس، نحاول أن نعرب المبتدأ والخبر كما في النشاط الأول: مبتدأ خبر، مبتدأ خبر. إعرابه يكون كالتالي: البرد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قارس، البرد قارس، قلنا بعد المبتدأ يأتي الخبر، إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
نواصل دائما مع الإعراب، إعراب المبتدأ والخبر. الجبال مكسوة بالثلج. الجبال مبتدأ مرفوع، مكسوة خبر مرفوع، بحرف جر، الثلج اسم مجرور، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مكسوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة دون أن نكمل الضمة الظاهرة على آخره. بالثلج، بحرف جر، الثلج حرف جر يجر الاسم، الثلج اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، كسرة وعلامة جره الكسرة. النشاط الرابع، ادخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل التالية وغير ما يجب تغييره. عندنا جمل متكونة من مبتدأ وخبر، ندخل عليها كان أو إحدى أخواتها وسنرى التغيير في الشكل. الجملة الأولى، الخادم مخلص، ندخل عليها كان، نقول كان الخادم لا يتغير شكله، الخادم مخلصا، لأنه خبر كان، مخلصا، مخلصا منصوب. إذن هذا اسم كان وهذا خبر كان منصوب بالفتحة. الطفل مريض، ندخل إحدى أخوات كان، الطفل مبتدأ مريض خبر. أصبح، ندخل أصبح هي من أخوات كان، أصبح الطفل لا يتغير شكله، يبقى مرفوع، الطفل مريضا، هنا يتغير شكل الخبر لأن دخلت عليه أصبح من أخوات كان، مريضا منصوب خبر، أصبح منصوب بفتحة، اسم أصبح مرفوع بالضمة. السماء مغيمة، نبحث عن أخت من أخوات كان، السماء مغيمة، ظلت السماء أيضا تبقى مرفوعة، اسم ظلت مرفوع بالضمة، مغيمة مغيمة منصوبة، خبر ظلت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الامتحان سهل، الامتحان مبتدأ سهل خبر، ندخل عليها إحدى أخوات كان، ليس، نستعمل ليس الامتحان يبقى مرفوع، ليس الامتحان سهلا، ليس سهل هو صعب، ليس الامتحان سهلا. إذن اسم ليس مرفوع بالضمة، خبر ليس منصوب بالفتحة. النشاط الخامس، الآن مع إن وأخواتها، أدخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل التالية، هنا كان وأخواتها، هنا إن وأخواتها، وسنرى ماذا يتغير. الماء عذب، المسافر عائد، القط أسد، الولد مجتهد ثرثار، الشمس مشرقة، البرد شديد. ندخل
إن أو إحدى أخواتها. نبدأ بإن. إن ندخل إن على الجملة الأولى. إن الماء، لا نقول إن الماء عذب، يتغير شكله لأن اسم إن ينصب الاسم ويرفع الخبر. الماء، إن الماء، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عذب يبقى كما هو، عذب. خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المسافر عائد، ابحثوا عن أخوات إن، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ليت، ليت للتمني. المسافر عائد، ليت، ليت المسافر. را تذهب الضمة ونعوضها بالفتحة لأن دخلت عليها أخوات إن. ليت المسافر. عائد خبر مرفوع، عائد لا يتغير شكله. ليت المسافر عائد. القط أسد، نشبه القط بالأسد، نقول كأن، كأن القط أسد، كأن القط، فتحة، القط أسد. خبر مرفوع، خبر كأن أسد. الولد مجتهد، ثرثار. الولد مجتهد لكنه ثرثار. لكن من أخوات إن، لكن ونضيفه، هو اسم لكن، لكنه ثرثار. الشمس مشرقة، البرد شديد. الشمس مشرقة لكن البرد شديد. لكن، لكن البرد شديد، اسم لكن منصوب بالفتحة، خبر لكن مرفوع بالضمة. النشاط السادس هو عبارة عن مراجعة المثنى. المثنى يكون مرفوع بالألف ومنصوب بالياء ومجرور بالياء. عندنا جدول نملأه بكلمات في المثنى مأخوذة من هذه الجمل. عين المثنى المرفوع والمنصوب والمجرور في العبارات الآتية وبين السبب وعلامة الإعراب فيه. الجملة الأولى، البابان مفتوحان. البابان مثنى مرفوع، ألف، مفتوحان مثنى مرفوع. إذا أين نكتبه؟ في هذه الخانة أم في هذه أم في هذه؟ مثنى مرفوع نكتبه هنا. البابان، البابان مرفوع بالألف لأنه مثنى. مفتوحان نفس الشيء، مبتدا مرفوع بالألف، خبر مرفوع بالألف. مفتوحان نكتبه هنا، مفتوحان، مفتوحان. إذا هنا مثنى مرفوع. الجملة الثانية، أكلت تفاحتين. أكلت ماذا؟ تفاحتين. تفاحتين مفعول به منصوب، المفعول به يكون منصوب. هنا منصوب بماذا؟ المفعول به بالياء. لماذا؟ لأنه مثنى. إذن يكتب في خانة مثنى منصوب، تفاحتين، تفاحتين، مثنى منصوب بالياء. تمشي الدجاجة على رجلين.
تمشي الدجاجة على رجلين، على حرف جار، رجلين اسم مجرور، والياء مثنى، رجلين ما قلتش على رجل، على رجلين اثنين، هذه الكلمة في المثنى، وهذا المثنى مجرور لأن سبقته على حرف جر. إذا نكتبه في هذه الخانة، رجلين مجرور بالياء لأنه مثنى. كانت الغرفتان ضيقتين، ها هو اسم كان وها هو خبر كان. قلنا اسم كان مرفوع، خبر كان منصوب. الغرفتان مرفوع بالألف لأنه مثنى، اسم كان مرفوع بالألف، إذن يكتب هنا الغرفتان، الغرفتان. ضيقتين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، يكتب في خانة مثنى منصوب. ضيقتين، ضيقتين. اشتريت الحلوى بدينارين، بدينارين بحرف جر، دينارين اسم مجرور ببي وعلامة جره الياء لأنه مثنى، إذن يكتب في خانة مثنى مجرور. دينارين. قرأت من الكتاب صفحتين، أي نستطيع أن نقلب الجملة، نقول قرأت صفحتين من الكتاب. قرأت ماذا؟ صفحتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، إذن يكتب في المثنى المنصوب. صفحتين، صفحتين، مثنى منصوب. النشاط الأخير، تحويل فقرة إلى المثنى. درسنا الآن المثنى لأن نطبقه. حول الفقرة الآتية إلى المثنى. في ليلة باردة كانت النملة هانئة في بيتها تتدفأ مع صغارها حول الموقد، وفجأة سمعت طرقا خفيفا على الباب، فنهضت مسرعة وفتحت الباب، فوجدت جارها الصرصور يرتعد من شدة البرد. نحول إلى المثنى ما يجب أن نحوله، أي نبدل النملة بنملتين، نتكلم عن نملتين عوض نملة واحدة، فنقول في ليلة باردة كانت النملتان هانئتين في بيتهما تتدفآن مع صغارهما حول الموقد، وفجأة سمعتا طرقا خفيفا على الباب، فنهضتا مسرعتين وفتحتا الباب، فوجدتا جارهما الصرصور يرتعد من شدة البرد. إذن هكذا يكون التحويل. لما يكون المثنى مرفوع نضع الألف والنون، ولما يكون المثنى منصوب نضع له الياء والنون. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدي بكم في فيديو آخر إن شاء الله، وأطلب منكم المراجعة المستمرة قبل الامتحانات، قبل الاختبار الفصل الأول، اختبارات الفصلية للفصل الأول في شهر جانفي. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.